السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم كل السادة المشاهدين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة وإن شاء الله تعجبكم وتنال إعجابكم. في حلقتنا اليوم مش هنتكلم عن امرأة واحدة من خير نساء الأرض، احنا هنتكلم في الحقيقة عن أكتر من واحدة، بس كلهم أخدوا لقب واحد، واللقب ده بيتهيألي مفيش ست في الدنيا ما كانتش تحلم بيه وتتمنى تنول شرف رضاه. أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، مرضعات النبي عليه أفضل الصلوات. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي النهاردة رحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في السيرة العطرة، نعم. سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الله وهو الله. بعد ينشأ ويربى وينشز لحمه وعظمه، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نتكلم ونذكر مرضعات الحبيب المصطفى سنجد آمنة الأم، آمنة بنت وهب، الأم الحانية التي منحته من خلال هذه قطرات اللبن، منحته كم من الحنان حتى أصبح أرحم خلق الله. نعم. ولذلك أرسله الله رحمة للعالمين. يعني تخيلي بقى، يعني جرعات اللبن التي حظي بها من أمه آمنة كانت سبب في إنبات هذه الشجرة الوارفة من الحنان، نعم، لحد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم تنوع العطاء، فإذا بثويبة. من هي ثويبة؟ نعم. ثويبة هذه حبشية وكانت عند أبي لهب عم النبي، ويقال انه عندما فرح بقدوم محمد اعتقها وارسلها الى آمنة، نعم، رضي الله عنهم جميعا. وقيل انه لم يعتقها وانما تركها عندهم، فكانت تعين السيدة آمنة في الرضاع، وهم كانوا بيؤمنوا بتنوع الرضاع على اساس، طبعا ما كانش فيه بقى اللي احنا شايفينه النهارده، لا كان فيه الامراض العجيبه دي ولا الحواديت ولا، لكن كانت الفطره والحياه البسيطه والباديه والزروع الطبيعيه وكل الامور دي، ما فيش شك انها كانت بتسهم في وجود هذه الشخصيات ما شاء الله اللي تتدفق. يعني كانوا بيحبوا ان الطفل يترضع من كذا حد. ايوه، نعم. ثم ذهب الى، فقط هي ثويبة الحقيقه عاشت معاه فتره، وبعد كده كان دايما يرسل لها هدايا ولم يكن اسلمت طبعا، وتوفيت بعد 7 سنوات من اسلام حضره النبي، من الدعوه، من البعثه. بعد كده هنلاقي شخصية جميلة أوي أوي اللي هي بركة أم أيمن، اللي كانت بقى في صحبتهم طول الوقت ولم تتركه. أنا هحكي عنها بسرعة كده. أم أيمن كان لها زوج الذي جاء، يعني أنجبت منه أيمن، وهو خزرجي، وأيمن كان له دور وكان في وشارك في العديد من الغزوات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعاشت أم أيمن مع خديجة بعد كده، وزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان يعني أعتقد أنه حكيم بن حزام كان اشتراه وأعطاه لعمته السيدة خديجة رضي الله عنها. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد امرأة من أهل الجنة. الله. فقال عليها من أهل الجنة. طبعا خدي بالك إن أنا في حتة مهمة جدا هقول لك عليها. فتدل. فتقدم زيد بن حارثة وتزوجها. الشيء الجميل إن ما كانش في واحدة في عصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتجوز. شوف الإحساس قد ايه بالمرأة. مفيش حاجة اسمها أرملة وتقعد من غير زواج، لا، يزوجها. مفيش واحدة اسمها مطلقة من غير، لا، لابد. فكان نادر، مفيش بقى مشكلة العنوسة اللي احنا شايفينها النهاردة، قلوب الناس على بعض، يعني كان احساس بالآخر. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس تحس ببعضها، نعم، علم الجار يحس بجاره وجارته،
علم العم وعلم الأب، إذا كنت شفت واحد كويس إلحق جوزه لبنتك واطلبه. مش زي لا ونساعد بعض، يعني انا لو عارفه ان في بنت مثلا لسه ما اتجوزتش وعارفه ان في شاب مثلا اخلاقه كويسه، ما فيهاش حاجه نعرفهم على بعض. وعلى فكره احنا هنتحاسب حساب شديد قوي على ترك كل البنات دي بلا زواج. احنا المسؤولين. طبعا احنا، وكل واحده اتجوزت وقفلت على نفسها وخدت راجلها وعيالها وخلاص على كده، خلاص انا ومن بعد الطوفان لازم نحس ببعض. ده في امثال يعني مش عايزه اذكرها، بس في امثال تقول لك نمشي في اي حاجه لكن ما نمشيش في جوازه في ابدا. في بيوت مقفوله ما حدش يعرف جواها، يعلم بيها ربنا سبحانه وتعالى. ياما بنات في غايه الاحتشام وغايه الادب والتدين والالتزام، ما حدش يعرف عنهم حاجه. ده واجب بقى الجار، واجب شيخ المسجد، واجب المدير المدرسة إذا كان في مدرسة البنت بتروحها ولا جامعة، واجبنا كلنا. فلان عنده كذا بنت، طب إزاي؟ ده المفروض، هو ده يعني، هو ده المجتمع المتراحم اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أراده. لكن للأسف إحنا كل شوية أنا ومن بعد الطوفان. نعم. الشاهد أم أيمن وتزوجت زيد بن حارثة. أيوة. وأنجبت وأنجبت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت معهم وكانت تصلي معهم. ويذكر لنا بقى حادثة جميلة قوي، إنها كانت صايمة وبتهاجر بقى رايحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وعطشت قوي قوي قوي، ولكنها يعني مصرة على ما هي فيه، لحد ما وجدت من السماء يتدلى لها دلاء فشربت وارتوت. الله. ومن بعدها لم تظمأ أبدا. الله. الله. ولما توفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكت بكاء شديدا، حضرة الوفاة. فبيقولوا لها يعني كل حي لابد أن يموت، فقلت لهم أنا أبكي لانقطاع الوحي. الله. انقطع الله. الوحي، انقطع تواصل السماء بالأرض، فهذا الذي يبكيني. منتهى الإيمان. منتهى الإيمان. نعم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. نعم. بعد كده بقت الشخصية الثالثة اللي هي حليمة السعدية، اللي هي عاش معها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات في بني سعد. نعم. وكان جد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بيقول لها أنت اسمك إيه، فبتقول له حليمة بنت أبو زؤيب عبد الله السعدية. قال لها حلم وسعد، والله هذه بركة. الله على الجمال. فالمهم خدت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بقى بتحكي بتقول كانت بلدهم مجدبة في هذا الوقت وفي غاية القحط، فجت إلى حضرة إلى مكة وكان معها الطفل اللي بترضعه وابنها وآتان يعني أنثى الحمار اللي كانت ركبها وناقة ضعيفة هزلانة، فكل صاحبتها خدوا الأولاد اللي لهم، أبكروش يحبوا الأيتام، يقول لك مين اللي حيجزل لنا ومين اللي حيدينا، فكلهم مر عليهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما خدوهوش، لم يكن لهم فيه طبعاً حاجة، عايزين حد أبوه عنده فلوس وأمه تأديهم وكذا، لكن خسروا كتير فسبوا. فهي بعد ما جت تمشي قالت لزوجها طيب ما انا هناخد الولد اليتيم ده وخلاص، يعني ما فيش يعني مش معقول نرجع كده. المهم مجرد ما خدته وحطته على صدرها فاض اللبن وفاض وفاض، لدرجه انها رضعت الايه اخوه من الرضاعه ورضعت ابنها. الله. وبعدين فوجئوا بيبصوا على الناقه الهزلانه اللي كانت معاهم، لقوا درعها مليء باللبن، حتى الآتان بقت أقوى. راحوا على بني سعد، الناس استغربت، كل الأغنام تروح وتغدو ضعافا وكذا إلا أغنام حليمة، فبقوا يقولوا للرعاة روحوا المكان اللي بترعى فيه حليمة. فحتى زوجها الله والله لقد أخذنا نسمة مباركة. الله. أمي اسمحيلي أنا هتوقف عند اللقب الجميل نسمة مباركة، هنتكلم عنه سيد المرسلين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على حضرة الحبيب المصطفى. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونلقاكم بإذن الله.
ومن خير نساء الأرض أكيد مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة بركة اللي هي أم أيمن. أيوة. وحليمة. أيوة. وكنا بنتكلم عن حليمة. حليمة السعدية بقى زي ما بقولك وجدت رزق مال وحل وسعدت به أيامها سعادة، لكن كانت حاسة أنه طفل غير عادي لا يلعب كما يلعب الأطفال، وإنما كان له تواجده وله حضوره وكأن ملكا يداعبه ولم يكن بمفرده. وحصلت حادثة شق الصدر، شق الصدر اللي كانوا يعني اللي هي خضتها دي. فرجعها قالت بقى لا الأحسن يجرى له حاجة، كان مر سنتين راحت واخداه ورجع به لأمه. هي سمعنا كلام عنها، هي شافت ده بعينها يا أمي؟ لا، أخوه نعم. من الرضاع هو الذي أخبرها بذلك. نعم. قال لها وجدت ملكين أو رجلين إيديهم لا تصل وشقوا صدره، يعني أنا برضو الرواية اتقالت بعدة طرق فأنا مش هقحم نفسي فيها. المهم شافوا شيء غريب، فلما راحوا شوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا وجهه ممتقع أصفر لكن ما فيش أي علامات ولا حاجة، فخافت وتصورت بقى أن حاجة تانية، يعني تصورت بقى لا ده يعني ده ملايكة حصل، لا ده مش فاهم. المهم خدوه وروحوا به لأمه، فجم يكلموا قلت لهم لا ده مش عادي. الست نأمة قلت لهم لا أنا شفت كذا وشفت كذا ورأيت كذا، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيعدوا إعداد تاني. الشاهد خدوه مرة تانية ورجعوا بيه لما لقوا كده، قلت طب هاتيه تاني. هما اللي طلبوا هم طلبوا تاني لأنه بركة في بيتهم وخير رهيب وخير. والشاهد بعد كده رجعوه بقى زي ما احنا قلنا القصة بعد كده، وخدته أمه وكذا، وتزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها. وفي يوم لقى ناس بتقول له ده في السيدة حليمة بتقول مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز تدخل، قال مرحبا وراح استقبلها وفرد عبايته وقعدها عليها وبس راسها. فبقت السيدة خديجة رضي الله عنها بتستغرب المعاملة الجميلة دي، فقال لها دي أمي ورضعتني وكذا. فقعدت تحكي السيدة حليمة عن الظروف والحياة يعني العوز اللي هم عايشين فيه، فما كان من السيدة خديجة إلا أنها ادتها 40 راس غنم يعني زودتها زاد وزواد مظبوط، ومشيت فرحانة وسعيدة بهذه الشيلة. إكرام الفقير كتير ببان بيتخبط عليها ناس بعزة الأنفس بتتكلم وبتلمح إن هي محتاجة إن ظروفها، بس يقول لك خلاص دي ما بقتش بتشتغل عندنا، الأول كان في مصلحة دلوقتي خلاص. وبيجي بقى ما أعرفش بسميه إيه يا ماما، بس ناس بتبخل، ممكن تبخل على واحدة غلبانة بحاجة بسيطة وتقول لك ما ليه وانا شعرفني، ما ممكن تكون بتعدي على كل البيوت، تقولي ايه بقى؟ يعني ما هي الناس مش فاهمه ان احنا مناولين لهذا المال، والمال مال الله واحنا مستخلفين فيه. الناس مش فاهمه ان احنا بنختبر بهذا المال. وكان في حديث جميل لحضره النبي صلى الله عليه وسلم، ان لله عبادا اختصهم الله بالنعم لقضاء حوائج الناس، فاذا منعوها انتزعها منهم. الله. اختبار شديد، يعني ما ادكش النعمة أونطة عشانك، لا عشان تدي الناس. هو فتح لك قوي بس عشان تدي مش عشان تحق، فإذا منعوها انتزعها منه. نعم. شوفي بقى الجمال. نعم. فيعني احنا برضو هنلاقي السيدة يعني حليمة مرضعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم درس وعبرة لناس كتير. يعني في واحد يقول لك لا انا اتجوز فلانه ليه، دول فقراء ولا غلبانه ولا مش حلوه ولا مش، ما تعرفش مش يمكن دي وش السعده عليك، مش يمكن دي ربنا يكرمك بيها. نفس الشيء بالنسبه للمراه، لابد ان نرضى بعد الاستخاره، نعمل استخاره ونترك الامر لله سبحانه وتعالى ونختار صاحب الخلق الصح والدين. اصل احنا ما بنعملش حاجه، الناس متخيله ان هي اللي بتعمل، هي اللي بتخطط وبتعمل وبتوصل. لا 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 لا، هو نعم. الله نعم، هو الله يا بنتي، والله الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. امي هتوقف عند نقطه الرضاعه،
كتير دلوقتي او بعض مش عايزه اجمع بس بيترددوا ان هي ممكن تبقى ام ولبنها ضعيف شويه فتتردد انها تخلي صاحبتها ترضع ابنها مثلا او حاجه تقول لك يمكن بعد كده الولاد يميلوا لبعض او يحبوا وساعتها هيبقوا اخوات خلاص مش هينفع. او ماله المفروض انها بتأيد هذا الكلام. نعم. يعني الكلام ده كله لابد ان يؤيد، يعني مثلا خلت جارتها، خلت اختها، خلت حد كذا، المهم تكتب الكلام ده ولابد ان يكون هناك شهود على هذا الكلام. وفي دلوقتي حاجه اسمها بنوك اللبن. يعني بيجمعوا لبن الامهات في زجاجات ويعقموها، وكان حتى من فتره كانوا بيطلبوا الفتوى في هذا الامر. نعم. يعني حكمها ايه؟ طب حكمها ايه يا ام؟ انا كنت عامله كتاب في هذا الموضوع. ان اولا يعني مش مبسوطه ابدا ان احنا نقول يفوت الصبح على كل ام وكانها مثلا عفوا يعني جاموسه. نعم. ولا ايه، وياخدوا منها اللبن بتبيعه وبعدين يجمعوه على بعضه ويحطوه في ازايز. ده الكلام ده موجود بره وبيجمعوه على بعضه يعني خلاص. ما بيتعرفش اصله ايه. الكلام ده موجود ومعروف لحد دلوقتي في بنوك. نعم. كان في جنوب افريقيا وكان في اوروبا وفي فرنسا. هل ده بسبب حاجه ما ولا ده مشروع لا ربحي؟ هم قال لك يعني قطعا للربح، دي نمره واحد. وقال لك لبن الام افضل كتير من اي البان صناعيه طبعا. فكان في ناس كمان بتقبل على هذا الموضوع، وكانت الأم نفسها ممكن بتعمل كده ويتشال عشان ابنها في الوقت اللي هي مثلا بتشتغل ولا حاجة تدي. لكن ثبت ان مرض زي مرض الإيدز ممكن ينتقل من خلال هذا الأمر. طبعا. يعني حتى الأم ما تشيلش اللبن بتاعها لابنها يا ماما؟ ممكن تشيله لابنها. ده لابنها ما فيش مشكلة. ده جائز. إنما حكاية إن الست تبقى زي البقرة كده أنا يعني بحس إن كده إهانة. إنما لو حدث وكان هناك اضطرار لهذا الأمر لابد أن تكتب. نعم. يعني كم واحدة خدوا منها اللبن النهاردة؟ الشارع ده كله كان فيه فلانة وفلانة وفلانة. فلابد يكتب هذا الكلام عشان لا تختلط الأنساب. نعم. الصح أن يتعمل الموضوع ده؟ لأن خدي بالك أن الموضوع ده سبحان الله التحريم لم يأتي جزافا. يعني أذكر قصة أن اتنين اتجوزوا وكانوا بيشتغلوا مع بعض في الكويت، مدرسة أعتقد وهو كان مهندس حاجة، والاتنين نفس الطباعة اتقابلوا في معرض من المعارض. المهم كانوا من بلد واحدة في مصر، من بلد واحدة. الشاهد الناس لما يشوفوهم يقولوا يا بنت دي سبحان الله أخلاقها زي الولد ده. الاتنين والمهم حبوا بعض واتجوزوا. كل ما يقربها تيجي له حساسية، حساسية شديدة جدا حريفة. كل ما يقربها راح لدكاترة كتير. اخر كلام قال له الدكتور، قال له اقول لك حاجه وما تزعلش، قال له نعم، قال له حساسيه انتوا الاثنين ما ينفعش مع بعض. لان هي يعني كان واحد ساعات تيجي الحساسيه من شعر القطه، من مش عارف ايه. لا من تراب، لا من زوجته، ما يقدرش يقربها. غريبه. فحاولوا يعيشوا حياه طبيعيه ما فيش فايده، فاضطروا يتطلقوا. فقاعدين الاهالي بقى في البلد بيقولوا دي فلانه اتجوزت فلان، مش فلان وفلانة، بنت فلان وبنت فلان اتطلقوا. فواحدة من الكبار قالت هم اتجوزوا، فقالت لها ازاي دول ضايعين على بعض؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يعني سبحان الله ربنا ما حرمش حاجة. سبحان يعني الله. سبحان الله. وطباعهم زي بعض دي أمي. هي فعلا الأم يعني بيتاخد جينات من الأم اللي بترضع منها طبعًا. بيتاخد صفات منها طبعا. وارد. نعم. وارد وارد طبعا. فعشان كده ممكن يبقى اتاخد من هنا واتاخد من هنا فطلعوا نفس الصفات الله. طبعا. سبحان الله. مرضعات النبي يا امي، كلمه اخيره تقوليها في 30 ثانيه يا حبيبتي بنختم حلقتنا. اقول يعني يا بختكم انكم شرفتوا بحضره النبي صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه. يا بختكم انكم بتذكروا على مر الزمان انكم كنتوا مرضعات حضره النبي، واحتويتوا حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وارضعتوا حضره النبي صلى الله عليه وسلم. علي أفضل الصلوات والسلام. بشكرك يا حبيبتي. عافية حبيبتي. نلتقي على خير إن شاء الله. أشكركم مشاهدينا الكرام ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.